محلى جدك اليوم كيما قلت لكم مش نحكي لكم على موث الوان احمر شفاه للشتاء 2016. كل عام تطلع الوان جديده، موذه جديده، الموذه المزيانه والجديده، وكيما نعرفوا نسى الكل. كيما تطلع الوان كل عام في اللبسه، تطلع زادة كل عام الوان تخرج على الوان لبستنا في لي روج ليف، او الالوان اللي طالعه بقوه هو الشوكولا، لون تخبى علينا برشا من عام 1990 في لي روج ليف، يرجع السنه بقوه كبيره اما يكون مات. لون اخر طالع بقوة هو لون البوردو، كما في اللبسة طالع برشا في لي روج ليفر بوردو، ولا حتى لون الغامق الأحمر الغامق، سامحوني. المفيد ديما يكون المات، كل شيء طالع سنه مات، سواء في لي روج ليفر، في لي فيرني، في كل شيء نهار بارتو معناها. كولور فيولي زيد، لا نحكي لك المات مش نحكي على كولور، نحكي على حتى فما بنات ولاو ما ياخذوش حتى لي فيرني مات، ياخذوا ماتي فاير مع مع الفيرني. هو اللي كيفاش يقولوا ماتي نتاع المات ومنين ليك انت؟ اي يعملوا مانيكور عادي ويعملوا فوق الماتي فاير، الماتي فاير بعد يخرجوا لي مات. المات ترد الحاجه مات، عرفت؟ تردها يقش عليها ما فيهاش بالبريونس. على فكره وائل، هذه راهي تكنيك تصير زاد حتى في الدهينه نتاع الحيوط والدهينه نتاع الكراسي، تعملوا ماتي فاير زاد. اي كان دونك كان تفهم في الدهينه راك تفهم في لي فيرني واللي روج ليف، ما تفهمش فيهم الزوز. ماتي فاير نتاع الدهينه ننجح مع بويفر ما نتصورش وما ننصحش الحقيقه. هاي رجع لي الحمير، ما تسمعش كلام عماد، نرجعوا للحمير كما يقول وائل. وعلاش يقولوها حمير؟ مالش تحبوا اسمها مخيبها روج ليف. روج ليف وي افين السويكير دندونه دندونه. كملوا معاه لي روج ليفر من الوان الشتاء زاده، واللي قعدنا من صيف عم ناول ومازال مصر بقوه انه يقعد هو السوريز، لكنه غامق، لون السوريز الغامق ومات بيان سور، مش ما تلقاش فيه كالبريونس اللي نلقاوها في الصيف بالنسبه للالوان هذيا. حلو كلاس ياسر مزيان، ديما ذكركم بلي هذا كل كي ديما نسقوه مع لبستنا ومكياجنا والجلوس. ما دخل الجلوس زي تو كان عامل جلوس ونجري زيد من مات جلوس شاتي لمعة الجلوس لمعة. محلى قد محلى قد اسمه مزيان.